السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الرابع في درس جديد بعنوان كتابة العدد ضمن الملايين بالرموز. هيا بنا لنبدأ ونتعلم كيف نكتب رمز العدد. طلابي الأعزاء، لنفكر معاً في حل هذا اللغز. ما أكبر عدد مكون من 9 منازل؟ أحسنتم، أكبر عدد مكون من 9 منازل هو 999,999,999. والآن هيا بنا نتعلم كيفية كتابة رمز العدد ضمن الملايين، ولكن قبل أن نبدأ دعونا نتذكر معاً كيف نكتب الأعداد لفظة ضمن الملايين. هل تستطيعون قراءة وكتابة هذا العدد لفظة؟ أحسنتم، 3,420,005، فهو يتكون من 7 منازل وينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول قسم الواحدات 5، والقسم الثاني قسم الألوف 420، والقسم الثالث قسم الملايين 3. تعلمنا سابقا أن نبدأ قراءة العدد المكون من 7 منازل من الجهة، رائع، من الجهة اليسرى، 3,000,000 لأنها في قسم الملايين، و420,000 لأنها في قسم الألوف. أحسنتم، 5 لأنها في قسم الواحدات. وهكذا يكتب العدد السابق 3,420,005 كما نقرأه. هيا بنا طلابي الأعزاء نتعاون معاً في كتابة العدد 5,600,024 بالرموز. فلنبدأ على بركة الله. أولاً نقوم بكتابة منازل العدد، ثانياً نقرأ ونجزئ العدد المكتوب بالكلمات إلى 3 أقسام، وكل قسم يتكون من 3 منازل، آحاد وعشرات ومئات، حيث نبدأ بقسم الملايين. نقرأ العدد ونكتب الرمز 5 في قسم الملايين، ثم قسم الألوف 600,000 ونكتب الرمز 600 في قسم الألوف، ثم قسم الواحدات 24 ونكتب الرمز 24 في قسم الواحدات. ثالثاً نضع بالمنازل الفارغة أصفارا. والآن هيا نفكر معاً في حل لغز درسنا لهذا اليوم. العدد 27,357,600 يكتب بالرموز. لنؤجل إجابة هذا اللغز إلى نهاية الدرس. والآن أعزائي الطلاب، مع فقرة ألعب وأتعلم مع لعبة الغطاء الثمين. إذن هيا بنا يا حلوين نستمع إلى هذا الموقف الذي من خلاله تبدأ اللعبة. يقوم العم حسن بتزيين العلب القديمة
من خلال تلوينها وتغليفها وكتابة أعداد ضمن الملايين بالكلمات أي لفظة على كل علبة، وكتابة الأعداد المقابلة لها ضمن الملايين على الأغطية بالرموز. والآن هيا بنا سوياً لنتعرف إلى حل لغز اليوم. العدد 27,357,600 يكتب بالرموز 27,357,600. من أجاب معنا إجابة صحيحة فلنصفق له جميعاً. وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، وإلى اللقاء في الدرس القادم ضمن سلسلة الدروس المصورة بمبحث الرياضيات للصف الرابع الجزء الأول، ودمتم بحفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.